خلونا نروح لموضوع آخر، وهو احتفال مصر بيوم التراث القبطي اللي هتنظمه مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات القبطية. هيكون يوم كامل للاحتفال بهذه المناسبة تحديدا في نسختها الثامنة اللي بتنعقد هذا العام تحت عنوان التراث القبطي وقضايا التسامح وقضايا التعايش. أيضا هي احنا تراثنا غني جدا وفي مزيج فريد من الحضارات اللي تعايشت مع بعض لغاية ما وصلت لينا النهاردة وبقت جزء من تكوين الثقافة المصرية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن يوم التراث القبطي من دكتور لؤي سعيد مدير مركز الدراسات القبطية بمكتبة الأسكندرية. صباح الخير يا فندم، أهلا بيك. صباح النور يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتكم. صباح الخير يا دكتور. أهلا وسهلا دكتور. في البداية خلينا نعرف من حضرتك أو تعرفنا على يوم التراث القبطي، إمتى بدأ الاحتفال بهذا اليوم تحديدا، وإيه أهم مميزات أو المزايا اللي هتشهدها هذه الفعالية اليوم ده؟ والله هو اليوم السنوي للتراث القبطي ويعني فعالية استحدثتها مكتبة الإسكندرية، وهذا هو العام الثامن على التوالي اللي بنحتفل فيه بهذا اليوم. وإحنا الحقيقة اخترنا شهر مارس تحديدا للاحتفال بهذا الحدث، يعني نسبة إلى الواقعة الشهيرة اللي حصلت سنة 1919 واللي كانت تجسدت الحقيقة روح التسامح والتعايش ما بين المصريين جميعا. عندما صعد القمص سيرجيوس منبر الجامع الأزهر وخطب خطبة حماسية أثناء ثورة 19 في وجه الاحتلال الإنجليزي، فالحقيقة اعتبرنا أن هذا الحدث صعود القمص سيرجيوس منبر الجامع الأزهر وصعود الشيخ القياتي برضو منابر الكنائس، فاعتبرنا هذا الحدث حدث مناسب جدا أن احنا نعبر فيه عن فكرة التعايش ما بين المصريين جميعا سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين، وخاصة أن مركز الدراسات القبطية بيرفع شعار أن التراث القبطي هو تراث كل المصريين. صحيح. فالحقيقة منذ 8 سنوات وإحنا بنحتفل سنويا بهذا الحدث، والحمد لله طبعا يعني كل سنة بيبقى فيه فعاليات مختلفة وبنختار كل سنة موضوع مختلف، وزي ما حضراتكم بالظبط قلتوا إحنا السنة دي بنحمل هذا العام بيحمل عنوان التراث القبطي وقضايا التسامح والتعايش. اليوم بيبقى احنا بنبقى حريصين الحقيقه نبقى بكل اطياف المجتمع متواجده من المثقفين والمصريين كمسلمين او مسيحيين. بيمثل اليوم ده بيبقى طبعا برعايه الاستاذ الدكتور احمد زايد مدير مكتبه الاسكندريه، والاستاذ الدكتور نبيل حلمي مدير جمعيه مؤسسه مصر الجديده، طبعا مركز الطفل الحضاره والابداع في مصر الجديده اللي بيستضيف الحدث، وبمشاركه كبيره الحقيقه من الضيوف والباحثين والمتحدثين. بتبقى مجموعه محاضرات في معانا الاب فيلوبوس عيسى رئيس راعي كنيسه السوريان الارثوذكس، معانا نيافه الانبا توماس عدلي مطران الجيزه وبنسويف الكاثوليك، معانا القس الدكتور عاطف مهنا من كليه اللاهوت الانجيليه. يعني زي ما حضراتكم شايفين يعني ارثوذكس وكاثوليك وانجليين، يعني الحقيقه طبعا غير طبعا دكتور نظير عياد امين عام مجمع البحوث الاسلاميه، والدكتوره نهله الصعيدي عميده كليه البنات في جامعه الازهر الشريف. فالحقيقه حريصين ان كل الاطياف والالوان مشاركه، بالاضافه ان يبقى في معرض فني للايقونات القبطيه بمشاركه ما يقرب من 20 فنان. انا عايزه اعرف بقى من حضرتك، فن الايقونات القبطيه ده واحد من اهم الفنون، يعني احنا عايزين نتعرف عليها اكتر ونعرف المشاهدين عنها اكتر ودوره في هذه الفعاليه. تمام. زي ما قلت لحضراتكم ان احنا الفعاليه دي محرصين ان في نوع من التلون او التنوع في الانشطه. فعندنا في مركز ادراك لذوي الاحتياجات الخاصه هيبقى هيعرض، في عندنا معرض الفن القبطي القيادات القبطيه، في كورال قبطي برضو. بالمناسبه دعوه عامه لكل المهتم يعني او كل من يريد ان يحضر، بالاضافه الى مجموعه من الابحاث والمحاضرات لعدد من الباحثين في موضوعات مختلفه خاصه بالتراث القبطي والتسامح. فن الايقونات القبطيه هو فن قديم الحقيقه بيرجع للقرون الاولى للميلاد من المسيحيه، ومصر تميزت بعمق وغزاره هذا الفن الجميل القديم اللي استمر عبر قرون طويله وموجود في كنائس مصر كلها واديرتها وفي متاحف مصر وفي متاحف العالم كله، وبيعكس بشكل مبكر ارتباط الفن بالايمان والعقيده، وبيعبر عن الفنان المصري البسيط. زي ما حضراتكم عارفين ان الفن القبطي من ضمن خصائصه الاساسيه انه فن شعبي، بمعنى ان سواء في الحضاره المصريه القديمه او في العصر الاسلامي
كانت السلطه السياسيه هي بتدعم الفن او بتحتويه او بتحتضنه يعني. لكن الفن القبطي لان لم يكن هناك سلطه سياسيه مرتبطه بالاقباط في مصر، فكان دائما الفن القبطي هو فن شعبي بحت بيعبر عن احلام وطموحات وحياه المصريين. فبالتالي الحقيقه دي اهميته، وعشان كده كنا حريصين كل سنه ان يبقى في معرض على هامش المؤتمر مرتبط بموضوع المؤتمر وموضوع الايقونات هذا العام عن الفن القبطي وعلاقته بالتسامح والتعايش في مصر يعني. طيب دكتور فوزي، عاوزين حضرتك تكلمنا عن المزيج الفريد اللي بيجمع ما بين التراث القبطي والمصري القديم والإسلامي اللي يعني بنشوفه في كتير من الآثار، آثارنا المصرية تحديدا. الحقيقة سؤال جميل جدا. عايز أقول لحضرتك احنا من ضمن الأبحاث المشاركة لهذا العام الدكتور نادر ألفي أستاذ مساعد في كلية السياحة جامعة مدينة السادات هيقدم دراسة عن الفن القبطي في رحاب الحضارة الإسلامية. الفن القبطي لما الحضارة الإسلامية دخلت مصر والثقافة الإسلامية حصل نوع من الامتزاج والتداخل والتأثير والتأثر بين الاثنين. على سبيل المثال بمنتهى البساطة حدي لحضرتك نماذج بسيطة جدا، مثلا مآذن المساجد. مآذن المساجد لم تعرف إلا عندما دخل الإسلام مصر. قبل كده زي المسجد النبوي أول مسجد في الإسلام ما كانش فيه مئذنة، لكن عندما دخل الإسلام مصر تأثرت عمارة المساجد بمنارات الكنائس اللي كانت موجودة في مصر، فأضيف عنصر جديد إلى المساجد وهو المآذن. نفس الشيء بالنسبة للحنية بنسميها أو محراب القبلة، هو نفسه كان موجود بنفس الطريقة في الكنائس، حاجة اسمها دكة المبلغ، المكان اللي بيقعد فيه الشخص اللي بيردد ورا المؤذن، ده برضه كان موجود في الكنائس وانتشر في الجوامع. بتخطيط المسجد نفسه وتأثر بتخطيط الكنيسة وتأثر بتخطيط المعبد المصري القديم. الحقيقة ان في الاخر الانسان واحد، سواء كان هذا الانسان مصريا قديما او قبطيا او اسلاميا، لكن هو نفسه هو الذي ينشئ هذه المعابد الدينية او اماكن العبادة، وهو اللي بيبدع الفن في كل العصور، وبالتالي ما بنلاقيش فيه فروق كبيرة قوي الا في الشكل الخارجي العقائدي، لكن المضمون الحقيقي واحد ونفس الممارسات هي. نشكرك دكتور لؤي سعيد مدير مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية، شكرا لك يا فندم.